احتفلت الهيئة العامة للشباب بالدورة الأولى ليوم الشباب الخليجي اللي صادف يوم أمس الاثنين، وتم من خلاله أيضا تكريم شخصيات شبابية كويتية. وقال مدير إدارة الشباب في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وليد الفرحان في كلمته أمام الحفل إن هذا اليوم تم تحديده من وزراء الشباب والرياضة الخليجيين في اجتماعهم 35 ليكون 6 يونيو من كل عام يوما للشباب الخليجيين. كانت احتفالية جدا رائعة، وبعض الوجوه التي كرمت بصراحة احنا عرفناها وميزناها لان كانت ضيوف عندنا في العالم هذا الصباح، فيعني الاحتفاء بالشباب وهذه الطاقة الشبابية مستقبل الكويت والخليج بشكل عام، يعني فعلا نسعد لهم ونتمنى ان نرى الكويت تنهض ونرى الخليج ايضا ينهض بهؤلاء الشباب. بالفعل مها شباب الكويت مثل ما بدأنا مع الحلقة وأكدنا أن لهم بصمة دائما في المحافل الدولية والعربية، إذا كانوا في الرياضة، إذا كانوا في خلينا نقول العلوم في شكل عام، في أي محفل يقومون فيه بصمة كويتية تكون موجودة. حتى عندنا في الدورة الرياضية الأخيرة بالفعل كانت بصمة كويتية خليجية في شكل عام.